ودخلنا للموقع ديال الفيفا، شفنا لي تيكي اللي مازالين، ما لقيتش ديال المنصه، لقيت غير ديال الفئه الثالثه، وريزيرفيت لي هما اللي لحقنا. كنا كنبغينا ديال المنصه، ولكن ما وبطبيعه الحال نكونوا فرحانين وفخورين بالبلاد ديالنا، وفخورين بحكم اننا كنستضيفوا هذه التظاهره الكبرى، يعني كاس العالم للانديه راه ماشي سهله، يعني الحدث اللي كبير. وكنتمنى يكون الافتتاح ويكون التنظيم في المستوى اللي نفتخروا به ان شاء الله. يومنا قطعت ديجا دي يومين قبل، قطعت في السيت ديال الفيفا، وجيت كنقتني التذكره ديالي من هنايا. ديجا كان واحد في العمل ديالي هو اللي كمل بالعمليه، وحتى انا شجعني باش قمت انا بقسيناء واحد التذكره، وان شاء الله نشوفوا الافتتاح ديالنا في المدينه ديالنا، تكون ضروري واحد المونديال اللي تقام في المدينه ديالك، محضر له شي ما يمكنش ضروري حتى حنا نحضروا له، نشوف شي تحكي باش يكون، ونتمنى يكون مزيان، وحتى البراني يكون معنا ان شاء الله، توا يفرح، ومرحبا بالجميع في طنجه. بغيت نقطع واحد زعما السيد التيكيت الدور الاول صدق والو ما جبرناش، قلت نقطع بعد الدور الثاني ديك الساعه يحن الله من بعد. المباراه اللي ديال اللي غيتاهل من الدور الاول، يعني الاهلي واوكلاند اللي غيتاهل منهم غير في الدور الثاني ان شاء الله. سهله، كتدخل الموقع الفيفا وكل شيء سهل، ماشي شي حاجه. وجيت ان انا طبعت دغيار كما شفت، الله يا ودي طنجه مدينه كبيره، وما كرهناش كان زعما تنظم فيها مباراه مدريد، حنا ما كناش كرهنا يتنظم فيها، ولكن دوماج. ونطلبوا ان شاء الله في الايام المقبله يكون مباراه كبرى اكثر ان شاء الله يا ربي.